مسلسل الميراث، تسريبات الحلقة 424. التسريبات دي ان شاء الله صح 100%. اسيا هتهدد فارس بالصور والفيديوهات اللي خدتها له وهو في السجن علشان تثبت تورطه مع يوسف، وهتقول له لو ما حلتش عني وبطلت كل شوية تهدد فيا وتبقى عايز تقابلني وتقول انا عايز اشوف هيفا، انا هفضحك بالفيديوهات والصور دي، وطبعا مش هيبقى قدامه غير انه يروح لابراهيم ويتكلموا في الموضوع ويشوفوا ايه اللي ممكن يحصل بينهم. اما بالنسبة لمشاعل، فبعد ما عرفت ان غادة تعبانة قالت انها مش هتسكت اكتر من كده، ولازم تعرف زيد عن حالة امه وتعرفه ايه اللي فيها بالظبط علشان خاطر يعمل اي حاجة، وده اللي هتعمله مشاعل. هتقول لزيد عن حالة غادة الصحية علشان يتصرف ويودي امه لاي مستشفى او دكتور يعرف ازاي يعالج حالتها الصحية دي. اسيا هتفضل ان هي تمنع فارس ويوسف من ان هما يقابلوا هيفا، وهتفضل تهدد فارس بالصور والفيديوهات اللي خدتها له في السجن، علشان كده هي دايما بتوقع بينهم علشان ما يتحدوش ضدها. ودي كانت تسريبات الحلقة 423 من مسلسل الميراث. أشوفكم على خير، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.